أخبار اليوم. أول النهاردة مش أول يوم إن إحنا نعمل اتفاقيات مع جامعات صينية. إحنا عملنا قبل كده 3 اتفاقيات مع جامعات كبيرة، لكن النهاردة جامعة بكين جاياو تانغ من الجامعات المصنفة عالميا والجامعات اللي ليها إيد غنية في التصنيع وفي خدمة الصناعة عن طريق التكنولوجيا العالية. فدي من الحاجات اللي احنا محتاجينها هنا النهاردة في مصر. عشان كده انا لما لجأت ليهم هناك في الصين ورحت لوزارة التعليم الصينية رشحت لي الجامعة دي، وفعلا طلعت من احسن الجامعات في هذا التخصص. والنهاردة احنا ان شاء الله هنعمل اتفاق تعاون بيننا وبينهم، هنحاول ان احنا ناخد كل الخبرة بقدر ما نقدر علشان ولادنا اللي محتاجين يطلعوا ويبقوا فعلا على المستوى العالمي. وان شاء الله نتمنى برضو ان جامعتنا الجامعة المصرية الصينية تصنف عالميا زي الجامعة دي، ويمكن ان شاء الله بفضل شباب مصر وبفضل القيادات القوية اللي بتساعد العلم والتعليم النهاردة ممكن نلاقي ان احنا فعلا وصلنا لقمة او لجزء كبير من التصنيف العالمي. هل سيتم تدريب اعضاء هيئة التدريس او الطلاب في الجامعات الصينية؟ ده ضروري، هيروح طلبة من عندنا واساتذة ويتدربوا هناك، وبرضه هنجيب اساتذة من عندهم علشان يدونا النوهاو، وان هم لما يشتغلوا معانا هنا برضه هنقدر ناخد منهم الخبره والعمليه والخبره الفعليه بتاعتهم. واتمنى ان كل اللي انا عايزاه واللي كل مصر عايزاه نقدر نعمله من خلال هذه الشراكه. في معلمين هيجوا من الصين؟ في دكاتره هيجوا من الصين ضروري عشان يدرسوا، وفي برضه في الحته العمليه هنجيب اساتذه عشان يدرسوا في المعامل وفي الورش بتاعتنا. وطبعا هيبقى في ورش تانية ملحقة بالجامعة غير الورش اللي موجودة جواها ديت، لأن الجامعة دي هتبقى مختلفة شوية عن باقي الجامعات، إن فيها جزء تدريبي وعملي أشد وأكتر شوية. عايزة أخرج الطالب يخرج يدخل شغله على طول، مش محتاج يفكر في حاجة. بالنسبة للتخصصات الجامعة، التخصصات اللي موجودة في أي جامعة خاصة؟ احنا مقدمين 16 كلية في الأول، طلعت القرار الجمهوري اللي هو المرحلة الأولى بتاعت الجامعة ب4 كليات. احنا الجامعة معمولة عشان تطور وعشان تنتج وعشان تخدم البلد، فإن شاء الله ربنا يسهلها ويكرمنا كده ونقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه لبلدنا لأن هي عملت لنا كتير. شكرا.